حول قضية صاخنة جدا تتعلق بالتجاوزات لبعض الأمنيين وخاصة في العاصمة الرباط. بطبيعة الحال إخواني الأعزاء ماشي الكل، كاين فئة قليلة جدا غادي نهضروا عليهم، هما اللي كيسيئوا السمعة ديال جهاز الأمن الوطني الشريف. كاينه فئة قليلة جدا بحال جميع القطاعات كيف كنقول دائما، وهذا مجرد توضيح وتوطئة فقط لموضوع حلقة اليوم. كاينه فئة قليلة جدا في كل القطاعات ماشي غير في الأمن، في ما مشيتو إخواني الأعزاء كنلقاو واحد الناس ما عندهمش الضمير نهائيا وكيسيئوا السمعة ديال المؤسسات اللي كينتميو ليها. سعيد جدا بالمشاركة ديالكم بالتعليقات وباللايك وبالبارتاج والتفاعل بما ينبغي مع هذا الفيديو كما عودتمونا دائما إخواني الأعزاء. كيف قلت لكم إخواني، الأمر كيتعلق بعض منعدمي الضمير في مؤسسة الأمن الوطني. كيف قلت لكم إخواني ماشي الكل، كاين فئة قليلة جدا وهذه مجرد توطئة أو توضيح لا بد منه قبل البدء في موضوع حلقة اليوم. بعض الأفراد القلائل جدا هم الذين يسيئون إلى المؤسسات التي ينتمون إليها، سواء كانت مؤسسة الأمن الوطني أو غيرها من مؤسسات الدولة المغربية. فين ما مشيتوا إخواني الأعزاء وراك حتى في القطاع الخاص كتمشي كتطلب غير ورقة أو خدمة يعني سيرفيس كيتسيفوا عليك، وكاين اللي ما كيبغيش يرد حتى السلام، بحال الا ما عرف شنو، بحال الا انت عدو من العاديه، انت جاي تطلب غير خدمه عموميه كيتسيفوا عليك. وهاد الناس كنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. فين ما مشيتوا اي اداره، انا والله العلي العظيم الى اخواني الاعزاء عشت اكثر من مره حالات مماثله. كاين الناس كتوقف عليه كتبغي يتكلم معاه كتبغي تقول ليه السلام، بعدا اولا كتبداه بالسلام ديال الله والله ما كيرد، كيخنزر فيك واحد التخنزيره بحال الا بحال الا كيتسالك وما جبتيش ليه رزقه. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يهدي هاد الناس، الله يهديهم الله يهديهم، راهم ضروا المغاربه بزاف. وحسبي الله ونعم الوكيل، في كل واحد ما كيأديش الواجب المهني ديالو، كل واحد عنده مسؤوليه وما كيقومش بالاداء ديالها على اتم وجه وكما ينبغي. اخواني الاعزاء هذه كنقول لكم مجرد توطئه للحلقه ديال اليوم اللي غنهضر فيها بعد ثواني حول الموضوع ديال عناصر فرقه الصقور ديال امن الرباط اللي ضربوها بالسفرتيحه يعني تعليقه من بعد ما شافوا واحد المسؤول كبير مصيفطوا الحموشي شخصيا هو اللي مكلفه، قال لي غادي تراقب لي العمل ديال رجال الامن ولي شديتي عليه شي حاجه ما ترحموش، طبق معاه القانون بحذافيره، ويلا شتي شي واحد كيخدم وكيادي الواجب ديالو ما تنساش تكتب داكشي ديال تكتب داكشي في التقرير ديالك. السي الحموشي راجل معقول وما كيبغيش الظلم وما كيبغيش الحقره وما كيبغيش التعدد، والحاجه الوحيده اللي كيعرف وهي تطبيق القانون بحذافيره. اعتقد انه لا داعي للاطاله اخواني الاعزاء ولابدا مباشره في موضوع حلقة اليوم. كيف قلت لكم إخواني بأنه لا حديث في الأوساط الأمنية إلا على الفضيحة ديال الشرطيين الدراجيين يعني لي موطار مال الموطار أو الصقور كيف كيعرفوهم المغاربة ديال العاصمة الرباط، واللي تورطوا في واحد الفضيحة مدوية خلات المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي يتدخل شخصيا ويمر أو يوقف على الملف ديالهم ويصدر التعليمات ديالو باش يتم توقيفهم على الفور وإحالتهم مع المجلس التأديبي باش يتخذوا معاهم الناس ديال هذا المجلس الأطار العليا في الأمن كل الإجراءات الإدارية أو القانونية اللازمة. الحموشي إخواني ما عندوش نهائيا مع الملاغة، قلتها لكم من 3 سنوات تقريبا، شحال هذه من نهار فتحت هذه القناة كنت أول واحد هضر على بحال هذه المواضيع، وقلت بأن السي الحموشي كنقولها وكنعاودها دائما ما كيعرف لا مجاملة ولا محاباة، عنده حاجة وحيدة في الراس ديالو وهي تطبيق القانون بحذافيره وبكل صرامة ممكن. وهادشي اللي خلاه يعني السيد الحموشي محبوب عند جميع المغاربة، خصوصا وأنه رجل ثقة ديال الملك محمد السادس حفظه الله، كينفذ التعليمات ديالو بالنقطة والفاصلة. ولهذا السبب كان الحموشي دائما من المسؤولين القلائل في البلاد اللي كينطابق عليهم المثل اللي كيقول بالرجل المناسب في المكان المناسب. ومن المعلوم اخواني بان السيد الحموشي ما يمكنش ليه يدير هادشي كلشي بوحدو، ولهذا السبب ايضا حتى هو كيكلف ناس توقات بالمسؤوليه الجسيمه في اداره الامن والمخابرات، يعني الناس اللي كيثيق فيهم هو وعارف المعدن الاصيل ديالهم والصدق ديالهم في خدمه الوطن والمواطنين وتحمل المسؤوليه بكل مسؤوليه وتجرد، وايضا اداء الواجب المهني والوطني بكل تفان واخلاص. واحد من رجال التوقات ديال السيد عبد اللطيف حموشي
كان كيتفقد في شوارع العاصمة الرباط، وكيضرب دويرة أو طليلة في العاصمة دائما باش يشوف الخدمة ديال الناس ديال البوليس كيفاش غادي، واش الناس منضبطة وقايمة بشغلها والواجب ديالها، ولا كاينين شي ناس مقصرين ومخلين بأداء الواجب المهني ديالهم. وبالمناسبة إخوان، واحد النقطة لابد من التوضيح ديالها باش نكون واضح وصريح وموضوعي وغير منحاز لأي جهة من الجهات. فرجال الأمن الأغلبية الساحقة ديالهم كيقوموا بالواجب الوطني وكيطبقوا التعليمات ديال الجهات الرئاسية الأعلى بحذافيرها وكما ينبغي، وهاد رجال الأمن الشرفاء الأوفياء للواجب الوطني والمهني كيستحقوا منا كل الشكر كل الشكر والتحية والتقدير. وما يمكن لينا من هذا المنبر المتواضع إلا نحييهم ونرفع عليهم القبعة عاليا. ولكن إخوان، في نفس الوقت كاين الناس قلائل جدا بطبيعة الحال، شي وحدين ما عندهمش الضمير نهائيا من عصر ما قبل التاريخ، كيفكروا بالعقليات القديمة بحال هاد الجوج مثلا ديال حلقة اليوم، هاد الجوج المواطرية ديال البوليس اللي خانوا القسم والثقة والأمانة ومشاو كيبتزوا الناس في الشارع العام. يا حسرة. والمصيبة الأعظم أنهم كانوا دايرين باراج وهمي، يعني سد قضائي أو سد مراقبة غير مصرح به عند المصالح الأمنية ولا مأمور بإقامته من طرف الجهة الرئاسية، وبداو كيشدوا أصحاب المخالفات كيوقفوهم. الشاب قفل إيه؟ أراد بلوريقات. المهم قال لك يهضر في التليفون، هذه مخالفة مهمة فيها تمخميخة. هل اللي ما دايرش الصمتة؟ هامو التجاوز المعيب؟ هل اللي ناقصه شي وريقه؟ المهم راكم عارفين اخوان، وكنحذركم من هذا المنبر باش تكونوا دائما منضبطين في القانون وفي الطرقات ويكونوا الوريقات كلهم متوفرين عندكم، وما تنساوش تبعدوا من الحديث في التليفون وديروا الصمت ديالكم، يعني حزام السلامه. المهم هاد الناس من بعد ما كانوا كيوقفوا هاد اصحاب المخالفات وما كاين غير دق، والله ما كانت الدقه، والله وليدي لا الزين كيف قال لي واحد السيد. المهم هاد جوج المواطريه ديال رجال الامن الدراجين، يعني فرقه الصقور بالعاصمه الرباط، صقوا عليا بكل صراحة، طاحوا في يد المسؤول النزيه الكبير ضابط سامي في الأمن الوطني اللي مكلفه السيد عبد اللطيف الحموش شخصيا بمراقبة عمل البوليس، وغير شافوه وعرفوه وعرفوا الصفة دياله وعلاش جاي، وهما يضربوها بتفرسيحة، يعني تعليق، يعني هربوا من المكان ما قدروش يواجهوه نهائيا. قالوا هاد السيد غادي يسيطنا للحبس مباشرة، وفعلا راهم عارفين داك السيد، عارفينو كيشتغل بضمير ونزاهة وما كيرحمش المخلين نهائيا في جهاز الأمن الوطني، اللي يشد عليه شي حاجه ما كيرحموش، والله ما كيعقل عليه، كيطبق عليه القانون دائما بحذافيره وكما ينبغي. رجال الامن يعني هاد جوج دراجين ديال فرقه الصقور ديال العاصمه الرباط، ملي شافوا المسؤول الكبير اللي مصيفطوا الحموشي ضربوها بشعريق، يعني هربوا فرتحوا من بعد ما شدهم متلبسين بمحاوله ابتزاز سيده كانت تقود سيارتها في الشارع العام. قالوا لها عندك مخالفه اشرفه، خاصك تحطي الوريقات او تخلصيها ويتحيدوا لك النقيطات او لا تحطي الدقه، يعني كانوا كيبتزوها وباغينها تكحب معاهم، راكم عارفين اخوات. المهم هاد الخبر من بعد ما انتشرات نهضت القيامه، وصلت كل هذه المعلومات للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني والمدير العام لمراقبه التراب الوطني، واللي ما كيتساهلش وما كيرحمش نهائيا كل المخلين بالقانون والناس اللي كيحاولوا يتاجروا ويستغلوا المهنه ديالهم، وهذا استغلال للنفوذ. المهم الحموشي من بعد ما وصلت هذه المعلومات قال للناس ديالو، الناس في الاداره ديال الامن، هاد الجوج ديال اصحاب الصقور المواطريه ما ترحموهمش، طبقوا معاهم القانون بحذافيره، اللي حصلتوا عليه شي حاجه ما ترحموش، واللي تبتات عليه اي مخالفه يتحمل المسؤوليه الكامله ديالو،